هي واحدة من الإعلاميات المتميزات في تونس، سعيد جدا باستقبالها لأول مرة بحذنا، بنت قناة الحوار حاليا، نستقبلها بحب كبير الإعلامية عفاف الغربي. مرحبا عفاف. مرحبا هيز. عامك مبروك. وانت زايدة. كل عام وانت حية بألف خير. وانت زايدة والناس اللي تابعوا فينا وتونس كلها إن شاء الله حية بألف خير. عام 2023 وفاء بأخبار باهية بالنسبة لك على الصعيد المهني. الحمد لله. نجمة الويكاند لقب خديته بعد استفتاءات صارت على مواقع التواصل الاجتماعي. الخدمة متاعك بين الحوار التونسي، الحوار ويكاند، وديوان فام ويكاند على الكيف. تقول في تدوينة نجمة الويكاند إذاعيا وتلفزيا لسنة 2023 بالإحصائيات ونسب الاستماع والتصويت. تنتشي لهذه الألقاب؟ الحقيقة ما نخبيش عليك، هذه فرحتني، هذه خاطر جيت في بيريود أنا تعبة آخر عام، وعام 2023 كان عام صعيب عليا، رغم اللي مهنيا سافا وكل شيء، وحتى على مواقع التواصل الاجتماعي باقي العباد رجعت تشوف في عفاف تضحك وشيخه وكل شيء، ولكن مانيش مرتاحه، ما عديتوش عام مرتاحه. دونك جيتني حاجه باهية، اللي تعبي وبرشة تحديات، كان تحدي كبير بالنسبة لي، تجربة جديدة إذاعية، مش في خرجت من زون دو كونفور متاعي. دونك كي تلقى صبر، مش فقط صبر أراء، مع احترامي زيدة لكل صبر أراء يصير على الباجات فيسبوك والناس اللي تدخل تصوت، ولكن هوني كي يتلموا الكلهم مع بعضهم تلقى روحك أنت باللقب هذي متنجم، كان تفرح معناها. برشة تعب وبرشة ضغط يتنحى شوي. قولوا عفيف حاليا مش واخذ حقها حالياً؟ حالياً أنا أقول الحمد لله، دابوغ الحمد لله خاطرني موجودة، خاطر قدم في حاجة محترمة جدا إذاعيا وتلفزيا زيدا. ما نحبش نقصوا من شأن أي محتوى إعلامي، البرامج الكل عندها قيمتها وفما تكامل في أي شبكة تلفزية. صحيح كنت نرى روحي في برامج حجم آخر، نوعية أخرى، برايمات، يعني سنوات التالي كنت رأى في روحي في أماكن كما هكاك، ما جاتش الفرصة، ما قلتش ليه وقت اللي جاتني الفرصة متاع الويكاند أول مرة. غيرك يتكبر على الماتينال. أنا ما نتكبرش على الخدمة، على الرزق. ما تكبرش كي يبدأ عندك ثقة في روحك، تعرف روحك وأنك نجم تقدم محتوى من أي بقعة أنت فيها تنجم تعمل فيها فالوغ أجوتي، عمري لن تكبر. لكن عفيف أنت بديت بالمنوعات الكبرى ما بين الوطنية وحنبعل، العودة نحو البرامج الخدماتية البعض يقول يحسر على عفيف، حتى الناس يمكن يقولوا هيك وينك عفيف، رغم أنت موجودة في الصباح، أما وينك عفيف؟ وينك في الليل؟ وينهمك السهريات؟ وينهمك المنوعات؟ توحشنيهم. أنا نقول كل وقت وقته، هذي ما نجموش نقعدوا في نفس المنوعات دايغ، المنوعات هذوم كان باش تحطهم توا، سي باسيغ وأنهم باش ينجحوا راهو بالكونسيبت هذاك، في وقتهم نجحوا بالكدا. أنك تقول لي وينك في برنامج كبير بالنسبة للعباد، ديما تقعد منوعة كبيرة، برايم، برامج البرايمات هما اللي يحسبوها، يسألوا على عبيد وينك عفيف، ما جيتش فرصة، ما نخدمش، نخدم أنا مع الخدمة، أنا بديت نخدم عمري 16 سنة ولا 17 سنة، فنحب العمل، ما نجمش نقعد ما نخدمش. من أجل المال؟ أبداً، من أجل الحمد لله، اللي نحب، تعلمت وأنا صغيرة كيكة، تعلمت كيكة طبيعة فيا، معناها من دون أخواتي، أنا صغيرة في أخواتي، ولكن أنا أول واحدة بديت نخدم، الحمد لله، معناها أنت ربيت لباس، بابا لباس، لا يرحمه كل، معناها ما ناقصين حتى شيء. تحب الشهرة؟ من بعد وليت نحب، بعد كي ذقنا الشهرة سي بون، يعني حبيناها بالطبيعة. نفعتك الشهرة؟ وي نفعتني بيان سور، ما نجمش نكون انغرات الحقيقة، ما نحبش نكون انغرات، لأنه الشهرة تحلك بيبان، الشهرة تخلي العبيد، إذا كان تعرف كيفاش تصرف تخلي العبيد تحبك، معناها وين جستيمو، أنه كيما فما عبيد ما نعجبهمش ما يحبونيش، فما برشا عبيد يحبوني. الشهرة ديما باهية مهما يكون معناها، ولكن لازم تعرف كيفاش تتعامل معها. 30 سنة كاريير، 3 أجيال، عمر عبد، عفيف الغربي، تستحق أن تجلس على كرسي الصحافة والإعلام. عفيف الغربي، عفيف 30 سنة كاريير، لو تعطيها عنوان؟ عنوان واحد صعيب، 30 سنة تحدي. تحدي يعني انتصارات وانكسارات. وي بيان سور، 30 سنة أقوى انتصاراتك. أن وقت اللي العباد يقولوا ما
عفيف سيء لا ديسباغو خرجت لا كيتي نعاود جوغوني من اول وجديد ديما معني بدلت برشا قنوات اذاعات مراحل متعده صحافه مكتوبه مراسله القنوات العربيه معني كارير تري ريش اما ديما تلقاني موجوده جي جامي سيسي ديكزيستي. اكثر انتصاراتك الموجعه بالنسبه ليك خروجي من حنبعل هذيك اكثر وجعه اي خاطر حنبعل كانت بالنسبه لي انا العوده بعد الغياب وكانت عوده ناجحه بالقدي عملنا ارقام خياليه جبنا نجوم كبار اسماء كبيره لاول مره وفما فيهم حتى لاول واخر مره جاوا لتونس فخروجي كان في برشا ظلم أنا وين القناة هذيك عطيت من لحمي ومن دمي ومن وقتي ومن حياتي وضحيت في دي كونديسيون دو ترافاي صعاب برشا ومن بعد خرجت دونك ما كانت صعيبة. طريقة الخروج هي اللي ألمتك ولا الخروج في حد ذاته؟ الخروج ككل كان مهين؟ ليه وأنا استقلت ولكن تلقى روحك مضطر وأنك تستقيل تلقى روحك وأنه كل شيء وماكينة جديدة خدمة ضدك وزملاء وأصدقاء كنت تعتبرهم خدموا ضدك وباش ياخذوا هما البلاصة وقت اللي إليا سوفيزامون ديسباس بوغ تو الموند معناها كنا نجموا الناس الكل نقعدوا نخدموا. فعلا ولا أنت توهمت أنهم يخدموا ضدك؟ لا المديرين اللي غادي هما اللي قالوا معناها مش كلام أنا جبته معناها مش وحدي هكا نتيجة لي فما شكون مسؤولين وقتها هما اللي قالوا لي. إنه زملائك في قناة حنبعل هم اللي حركوا ماكينة؟ زميل أساساً زميل هو اللي حرك ماكينة هو اللي عمل ضغط كبير وأنه وصل لدرجة يا أنا يا هي معناها دونك ولا مش حلوة. قبل ما تدخل للإعلام كنت ماشي أكثر في السبور؟ أي مارست برشا أنواع رياضة عملت هوند عملت باسكيت وكان المفروض أنك تتخصص في الإعلام الرياضي يمكن ما يبوم أنا كي دخلت الإعلام سي بوم نسيت شوية الجانب الرياضي اللي فيا ما أنا تغرمت وقتها بالباسكيت خاطرني بنت الزهرة دونك احنا في الزهرة ورادس وكل ما تعرف الباسكيت حاجة مقدسة دونك ترانيت باسكيت ترانيت هوند زيدة خاطر كنا نتراني هوند وظهرلي وقتها أول إكيب تعملت ومن بعد ما كملناش بعد ما كانش حلمي أصلا أني ندخل الإعلام هيدي أنا دخلت الإعلام باغ واحد باغ أكسيدون معناها كان طموحي واني نقرا لغات لغه ايطاليه نحب ياسر لغات ومن بعد نمشي يا نخدم استاذه نتاع ايطاليه ولا مترجمه ونمشي نستقر ونعيش في ايطاليا ما بين تونس وايطاليا معناها كان هذيك هو مجرد الحلم نتاعي. وجه جميل وي شاركت في ملكه جمال تونس وكانوا يلوجوا في التلفزه على وجه جميل يلوجوا في التلفزه على وجه جميل جو سوي با سور خاطر يمكن من بعد وقت بدات قناه 21 ولا يلوجوا على وجوه جميله ولكن انا البلاصه فكيتها بالقدره كل مره ندخل نخدم اعداد نخدم مساعده نخدم ريبورتاج نصب صوتي في الاذاعه الوطنيه بديت بشويه بشويه هكيكا حتى اللي لفت الانتباه ليا معناها باش خذيت اول البرامج أما خدمت مع كل الزملاء تثبت عليها معني خدمت مع هيلا ركبي الحياة برشا خدمت مع حاتم بن عمارة كيف كيف عاوني ياسر خدمت مع المرحوم جمال الدين برحال المنتج والمعد اللي هو اللي حطني على الثنية وأول برنامج معاه كان كيما الماتينال توا معني برنامج خدمات يومي. كنت مضطرة باش تخدم في الإعلام من أجل مصروفك من أجل داخل الفلوس اللي كنت نلمهم من الإعلام في فترة من بعد كنت نلمهم ونمشي قص تذكرة متاع طيارة نطلع لمصر نكري إيكيب دو تورناج على حسابي نصور لقاءات روبورتاجات كواليس تصوير كليبات وإلا مسلسلات ونرجع نعديهم في برامجي على حسابك؟ على حسابي الخاص. قديش شهريتك كانت بربي؟ ممكن ما يتصبوش كل شهر دونك بعد أربع شهور خمسة شهور تلمك الأربع ملايين باغ إكزومبل خمسة ملايين مع بعضهم تنجم تقص وتمشي دخلت للمنوعات أوتيس في الاستقبال يعني وي نذكرك مع نجيب الخطاب مع هيلا ركبي أساسا. كيفاش كانت العلاقة مع هيلا ركبي؟ عامة نعدي في البكالوريا نتاعي
دونك نمشي لهيلا عندها ليميسيون نهار الاحد العشيه اون ديريكت باش نكون كاوتيس داكوي في بعض الفقرات. هيلا من النوع اللي تري ريزيرفي معناها ما تحكيش معك ياسر, ماهيش اوبن في المرحله هذيك. دونك كان كنت انا نستفيد بالملاحظة بالنظر, نتبع فيها نشوف فيها كيفاش تخدم كيفاش تتحرك كيفاش تكمل برنامج مباشر, لأنه المباشر مش كيما المسجل معناها. دونك تعلمت برشا حاجات. وانت في الاستقبال كان عينك على المكان اللي تشوف فيه هلا الركبي قاعدة تصول فيه وتجول؟ اي طبعا شو تنقول لك ليه طبعا سيئنا. وقتها دخلت حطيت ساقي في التلفزة وعملت نعدي في البكالوريا والسبا, حلمي تبدل من أنه نكون أستاذة متاع لغة إيطالية أني باش نقرأ صحافة. سيئ معناها في مخي كاو سبا. كنت فرحانة بالعمل مع هيلا قصدك؟ أي خاطر بدايات فرحانة, أما منيش 100% مرتاحة خاطر هيلا صعيبة ياسر كانت, ما تخليلكش برشا مساحه معناها. ونتفهم انا توا كي وليت بروفيسيونيل نتفهم, وانه الكلمه بحسابها, وانه عندك كوندكتور عندك ديوغي عندك مضمون عندك محتوى, ما يجيش كل كرونيكور باش ياخذ مساحه كبيره برشا. خرجت تبكي؟ خرجت نبكي, خرجت نبكي وبطلت الخدمه وقتها معها. علاش؟ شو صار مع هيلا باش تبكي وتبطل الخدمه؟ والله صارت حاجة وجعتني أنا صغيرة بالكل, معناها عمري يمكن 19 وقتها حاجة هكية. مازلت في بداياتي وعندي فقرة بتاع تقديم الجمعيات والتعريف بالجمعيات وكل, جاتني قبل المباشر قالت لي عفاف اسمع راهو أنا مشكورة باش يتعدى أون ديريكت, ما عندكش وقت, عندك دقيقتين تصب فيهم اللي عندك وما تزيدني حتى كلمة من بعد. بون جي ريسبكتي, انا دخلت في الديريكت تك 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 في ساعه تكلمت وكملت. يا اخي غزت لي هكايا قالت لي اي خذ فاس توا, شكون يجي في جارتك يا اخي؟ بالنسبه لي انا وقتها عرفتك اللي نبذه سور اونتين و جولي تخي مال فيكو فهمت. كاو بطلت الخدمه من نهارتها معاها. قالتها بتفدليكا ولا قالتها؟ قالتها بتفدليكا سور اونتين الجمهور ناس تفرج. وجعتك هذه؟ على خاطر انا احترمتك واحترمت التوقيت, وانت ظهرتني كاني انا ما نعرفش نخدم, كاني انا ما نعرفش نتكلم. مدينه الهيله ولا بيان سور تهز تليفون تكلمها؟ اي تكلمنا وكلمتها برشا مرات, تحبها برشا رغم هذه. قلت لك من بعد نتفاهم انا وهيلا الركبي نوجه لها دائما تحيه لانه نفتقدوها جدا في المشهد, واحده من اهم الاعلاميات واكبر الاعلاميات اللي عرفتهم التلفزه التونسيه. جربت التمثيل؟ نذكرك عام 94 في مسلسل امواج مع صلاح الدين الصيد. خلينا نشوفوا مقطع صغير من العمل وظهور عفيف الغربي في هذا العمل. الحمد لله ما كملتش والله. مستحيل نصدق انه هذه هي هذه. مستحيل نصدق. بيان سور بيناتهم قداش من عام سي نورمال. فرق كبير في الصوت في كل شيء في الملامح في الشعر في كل شيء في كل شيء. هذيك هيدي صورتها وقتها خاطر انجاجمون هنا معناها العباد معاملين عليا انجاجمون. وقتها بابا يرحمه مازال كيعمل 40 نتاعو, اي جيتي اوبليجي باش نمشي نصور اوبليجي, ما نجمش نقول لي وانا مشيت صورت وانا اون دوي وقتها. وعلاش اخترت التمثيل؟ علاش تقول انا اعلاميه مهمتي اني نخدم برامج؟ علاش ما كملتش في التمثيل؟ برشا اسباب منهم اسباب شخصيه. بون ما لقيتش وانه هو دومين ياسر جلبني بوتيت, خاطر من بعد في التجارب دخلت للاجواء نتاع البرامج مع الزملاء القدم, دونك حبيت البرامج اكثر. وزيد انا تخطبت وقتها ديجا مخطوبه هنا معناها غادي, انا تخطبت عمري 18 عام. دونك خطيبي اللي هو زوجي توا مش حابب التمثيل, اعلام منشطه وي مي مش حابب التمثيل. فلا انا شديت صحيح ولا بون دونك وليت قايف صايب عليه مشاكل. فيديوهات الماضي مش تتواصل؟ ويمكن برشا ما يعرفوش انك زاده كنت موديل في كليب. في برشا كليبات اهمهم اللي برشا يعرضنا مع هشام النجات. خلينا نشوفوا المقطع. على غيرك في الدنيا مليك على حبك يا
لما تشوف الفيديو هذا يهبط اللي انت موجوده فيه مع هشام النقاتي يهبط على الانترنت والناس تكتب لك التاريخ لا يرحم يا عفيف الغربي ولا هيك هذيك حد هذيك حدها ما بالعكس وقتها خلصت مليح صورنا في تبرقة سيتي ان اكسلون مومون وعلى فكره هيدي راهو انا عندي الاستقلاليه الماديه حاجه مقدسة حتى لتوا نحب يبدأ عندي فلوسي مالي الخاص اللي أنا تعبت عليه وخدمت عليه دونك حتى وانا في دار بابا تدخل البيتي تلقى تليفوني دون لو طون فيكس تلقى تلفزتي في بيتي مصروفي نمشي للليسي وبعدكش نمشي للفاكولتي بالتاكسي روح بالتاكسي دونك فلوسي دونك فرحانة على الاخر واني خدمت كل شيء. أنت مستقلة طبعا عملت شارع الأنغام مجلة التلفزة وي. من بعد خديت المنوعة الكبرى استوديو الأحد مش سهل في عمرك وفي تجربتك باش تدخل على تجربة بهذه الأهمية خفت تدعمت دزيت لقيت مساندة مش سهل تاخذ مع الأسماء الكبيرة مع الأسماء الكبيرة باش تاخذ الأسماء الكبيرة وقتها منوعة لحد كيما 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 استوديو الأحد هو كي تقراها هكايا تقول مش سهل ولكن هذيك انا كي خذيتها وقتها عندي 10 سنين نخدم دونك 10 سنين في الاعداد في احنا قبل كنا نعدوا برامجنا وحدنا ونقدموهم دونك اعداد وتقديم المنوعات والبرامج عندي كارني دادريس كبير برشا دونك كي دخلتها انا حاضره وذيك علاش نجحت جبت اسامي كبيره نتذكر يمكن اول ظهور لإليسا كان مع كيتي الوحيد الظهور الوحيد في في التلفزه التونسيه لإليسا كان معنا احنا عام كهو في استوديو الاحد اي يا فرحه ما تمت وي مالوغوزمون شو تقول والله انا اقول لعل فيها خير في الاخر معناها توا بعد العوام هذيا كل السنين هذوك اللي خرجتهم هما سيتي ثلاثة أربع سنين معناها خرجت من التلفزة عملت فيهم برشا حاجات ركزت على عائلتي كان عندي ولدي زدت جبت بنتي دخلت أكثر للصحافة المكتوبة معناها زدت قدمت عملت قلت كان ما جابش نقعد ما نخدمش أما كنت ناجحة عملت موسم ناجح تخرج دبرمت بيان سور دبرمنا شوية لازم خرجت مشيت تلهيت في حاجات اخرين باش ما نقعدش في الديبرسيون خاطر انا نمن وانه واحد كي تصير له حاجه وباش يدخل ديبرسيون ما تداويها الا ما تعمل حاجه اخرى دونك هذاك شو عملت حاولت ترجع الوطنيه حاولت مره في الفتره هذيك ولكن ما كانش فما امكانيه رغم اللي التاكيد وانه انت تقعد بنت التلفزه وكل شيء ما ان شاء الله ومن بعد حلت حنا بعض فكلمني سي العربي الله يشفيه من اول ما حلت القناه والتحقت بقناه حنا بعد ليله ليله رجعت للمنوعات الخيمه دمتك اما العلاقه غريبه مع حنا بعد مرتين خرجت مرتين رجعت انت تفهمهاش عرفتك الحب و أما خدمت برشا الحقيقة نجاحات كبيرة استضافات مهمة معاك أما شنو اللي يخليك تخرج من حنا بعد وشنو اللي يخليك ترجع ديما نفس الحكاية ديما الظروف البريود الأولانية هي الظروف الصعيبة لأنه التكنيك ما كانت صعيبة معناها أنت باش تسجل حلقة كيما هكايا نتاع مناوعة تدخل اليوم تخرج غدوة دونك هذيك على لون سي فاتيغون آخر مرة كي خرجت أنا من حنا بعد قبل ما نرجع بعد ما تبعت وأنا نسجل في الخيمة ماخذة قرار وأنه الحلقة هذيك الأخرانية وباش نقدم الاستقالة نتاعي وإفكتيفمون كملت صورت الحلقة وفي الكواليس دخت دخت معناها كملنا بعد جي الصباح وكملنا نصوروا بعد السحور وكل شيء دونك حتى فيزيكمون تولي ياسر مرهقه دونك كانت الاكثر هذيا معناها الاكثر الاسباب هذي مشيت للتاسعه فتره قصيره زاده كيف مع كارتاج بلوس تاسع عامين كمان اي ما تبقى بالمقارنه مع المسيره قصيره
خلصت فيهم ماديا هذوما ولا لا؟ التاسعه خلصت بتبيع على خاطر كنت نخدم مع شركه انتاج خاصه مش مع التاسعه مباشره. كاكتوس في كارتاج بلوس كانت مع كاكتوس ولكن للاسف خلصت الشهر الاولانيين وقعد جزء كبير مازلت ما خلصتش فيه. كهو عمل جوله في الاذاعات كابا فيم راديو ميد اي اف ام توا ديوان قبل باربع سنين كنت في شمس فيم زاد كذلك كنت استنى في الترسيم لكن للاسف الشديد اللي ظروف نتاع الاذاعه اللي انا شفناها وين وصلت وين درست في الاخر معناها اربع سنين ماهمش شويه في اذاعه تعرف هيدي حب الميكرو حب الاذاعه تولي علاقه انسانيه وعلاقه شخصيه مع الاذاعه اكثر منه مهنه فكان خروجي من شمس فيم غريب جدا وقتها برنامج ناجح وبرنامج فيه ديسبونسور واللي حطوه مدير وقتها قال لي لا ما حشناش بديسبونسور فصار لي قلت له كيفاش معناها لا ما حشناش بديسبونسور معناها اول مره مدير يقول ما حشناش اي مره لا صارت دونك خرجت دايوغ ما نجمتش نخدم جاني عرض وقتها في اذاعه اخرى مهمه وما نجمتش نخدم توت سويت على خاطر كنت ياسر متعلقه بشمس قعدت كلكو موا ومن بعد انا كلمت ديوان كي كلمت ديوان قال لي حتى احنا راهو اسمك محطوط عنا وقت اول مره كلمت مدير التحرير مهدي بن عمر قال لي راهو اسمك موجود ديجا عنا دونك بدات الرحله مع ديوان افات وانت على كرسي الاعلام اخر سؤال قدرك الاعلام عفاف كل شيء قدرنا ظهر لي معناتها ما تراش روحك تبعد على الاعلام لا را روحي نبعد على الاعلام اما نرتاح ما نعملش حاجه اخرى تتحجب ممكن علاش لا شد الدار والعائلة؟ اي عادي انا ولادي تبارك الله كبروا دونك الحمد لله معناها نسمى بلوز وموا تهنيت عليهم ولدي كمل الليسونس نتاعو كمل الماستير دخل يخدم سيتي تخي بيل بلو ما تكبرش روحك عاد ما تكبرش روحك لا بالعكس اون فيغتي بو موا انا فخوره ياسر الحقيقه باولادي ماهوش ساهل في دومينا وانه تعديت فيه برشا صعاب وانه نستحفظ على عائلتي وعلى وننجح ونوصل لاولادي وعلى روحك في صحه جيده الحمد لله باشراقه جيده محليك عايش عفيف نرجع بنتي بالله خلينا نكمل بنتي زاده سنه تكمل ليسانس نتاعها ان شاء الله تعمل مسرح وحسيل ومحليهم عائلتي محليهم زوجي وامي واختي ان شاء الله هذوما مكسبي في الحياه ربي يفضلهم لك نشكرك برشا عفيف الغربي عايش. فاصل ونعود خليكم معنا الجمعة الجاية سبت 13 جانفي الموعد باش يكون مع عملية القرعة عملية السحب الخاصة بالسيارة متاعنا الجولفي انت اللي تتفرج فينا الجمعة الجاية تنجم تروح بالكرهبة متاعك علاش لا ما تكونش سعيد الحظ ابعث SMS وأكثر من SMS باش الحظوظ متاعك في الربح تزيد ابعث على الرقم 85811 ابعث حرف A على الرقم 85811 السبت الجاي نجم أنت تكون سعيد الحظ حظ سعيد للجميع